طبعا زي ما قلنا شباب، لا تنسى انه الكيو سوي انيميشن كاسر، كيو كيو فلاش سوي انيميشن كاسر، بس الكيو فلاش ما تشتغل زي الالتي فلاش. الالتي فلاش الالتي تيجي من هنا، الكيو تتنقل معك. فلما لو في اثنين زي كذا ورا بعض وسوينا زي كذا، يعني تبغى تضرب هذا ولا تبغى تضرب هذا، تسوي كيو فلاش. حلوين زي اللي سويتها اول في كيت هنا، اللي حاولت اجيبها في كيت هنا وفشلت معايا، ومو فشلت ضربت بس ما ماتت. لما تسوي فلاش بعدين كيو، شوف قديش تاخرت. لما تسوي اول شيء فلاش بعدين كيو تتاخر، اوكي. بس لما تسوي كيو فلاش على طول اسويها كيو فلاش كيو فلاش، اوكي. فلاش كيو تاخر، كيو فلاش على طول نفس الشيء، اي فلاش نفس الشيء، دبليو فلاش نفس الشيء. بس لا تضيع دبليو، دبليو ما تسوى تضيع عليها فلاش، اوكي. زي لوشن التي تختلف الانتراكشن حقها، تسويها فلاش تنطلق من المحل اللي انت كنت فيه. دائما انا شايف سو اوتو دبليو اوتو اي، كل ابيليتي دائما حقت از او كل الكاستر اي دي سيز لازم تسويها. كل ابيليتي يا شباب ابيليتي كيو دائما افتكره، لانه ايش كيف نسوي انيميشن كانسل. دائما خلينا نتكلم عن الانيميشن كانسل. ايش الانيميشن كانسل يا شباب؟ شوفوا الشامبيون، خلينا نطالع في الشامبيون. لما اسوي الاوتو اتاك شايف يده تحركت كامله ورجعت، تحركت كامله ورجعت حركه كامله. لو سويت اوتو كيو على طول، شوف ما كمل حركه يده كامله، بنصها وقف على طول. كل الشامبيونز عندهم حركات تسوي لهم انيميشن كانسل غير الموفمنت. ليه تشوفوا الهيايل وسوي اوتو ينزل اوتو ينزل، ما يخليه يحرك يكمل حركه يده كامله، اوتو تنزل. فدائما نتحرك لما تضرب، ما توقف محلك لما تضرب، تتاخر. واحد اثنين، خلينا نعدها كذا ثواني، انا ان شاء الله اسوي لكم فيديو يبين لو تضرب وانت واقف زي كذا قديش بشويش تضرب، ولما تضرب كذا وانت يمين يسار اسرع. شيء ثاني تكنسل الانيميشن كانسل اهو زي كذا، اوتو كيو اوتو دبليو اوتو اي اوتو، طبعا اي ابيليتي فاهمين. فعشان تزود الدي بي اس حقك، تقلل الوقت اللي ياخذه الشامبيون حقك عشان يسوي اوتو اتاكس. فتشوف طبعا فانت تربطها مع بعض وانت ماشي وتعود عليها في نفس الوقت. طبعا المفروض مو زي كده، طبعا لا تنسوا يا شباب في عالم كثير كانوا، حتى انا كنت من الناس اللي غلط في هذه. كنت احسب لما اسوي اي لازم عشان اوصل، مثلا كنا دائما نسوي فلاش بعدين اي عشان توصل الاي، اكشلي مو لازم. لو سويت اي فلاش توصل برضه، تسوي اي زي كذا ما توصل، اوكي. اي فلاش وصلت، وصلناها يا عيال. فدائما دائما، وطبعا فلاش اي اسرع ابطا من اي فلاش هذا. فانت تبغى تتعود على طول، انا تتعود عليها. كيو فلاش كيو فلاش كيو فلاش كيو فلاش، مش فلاش كيو، كيو فلاش كيو فلاش. طبعا لو ما عندك ميكانيكال كيبورد صعب تسوي الكلام هذا. كيو فلاش كيو فلاش كيو فلاش كيو فلاش، ابغى اجيبها على هذا مش على هذا. لو سويت ايه هنا حتجي على القريب، سويت اي فلاش حتجي البعيد، شايفين يا شباب؟ فضروري ضروري الشغلات هذه تفرق، وهذا اللي يخلينا نفرق بين، يعني لو تبغى تجيب هذا الاي دي سي حقهم وهذا التانك حقهم، وانت تبغى تضرب هذا وهذا خلص السي ديز كله، ما تبغى تضيع لي عليه زي كذا، تبغى تسوي فلاش كيو تمام؟ تبغى الاي حقتك تجي عليه. فخلينا نقفل السي ديز ونشوف كيف ممكن نجيبه. يصير تخش تحته وتضربه وهكذا. فالشغلات هذه تفرق ما بين الشخص المتمكن من الشامبيون اللي يلعبه، الشخص الغير متمكن من الشامبيون اللي يلعبه. لوسيان من الشامبيونز اللي مره ديماندينج مره، عشان كذا انا ما انصح اي احد لو يلو يلعب. لما واحد يقول لي العب لوسيان وانا برونز اقول له نو، لانه ممكن تلعب اي شامبيون زي ما تبغى، ما احد قال لك لا تلعب، بس تبغى تلعبه لتمكن اتس نوت فيري ايزي. لوسيان او اوتو كيو اول انيميشن كانسل، اوتو كيو دبليو اول ثاني انيميشن كانسل. طبعا خلينا نبدا ب اي على طول. دائما قبل ما تسوي اي ابيليتي بلوسيان اوتو اتاك، اي كيو اوتو اتاك.
لما تسوي الباسيف حقتك اللي هي دبل اوتو اتاك، شايف الدبل اوتو اتاك ممكن على طول اول ما الاولى تنطلق تطلق الثانيه انت على طول، تطلق الثانيه على طول فتجي معها بسرعه. في المقابل لو سويتها، لو سويت اي ضربت الاثنين بعدين الكيو، شوف قد ايه تاخرت، في فرق، في فرق شاسع في الوقت اللي تيكس تو. طبعا لوسيان عنده اي قصيره عنده اي طويله، شايفين الفرق بينها؟ لما تبغى تضرب تسوي الاي قصيره عشان بسرعه، لان تبغى الدبل اوتو اتاك. اه ما تسوي الاي الطويله، تسوي الاي الطويله لما تبغى تعدي مسافات، بتسوي الاي القصيره اوتو كيو حرك. طبعا خلينا اشيل السي دي عشان اوريكم ان هذه دحين احلى شيء في الاي حقت لوسيان، انه لما تاخذ 40% سي دي ار كذا ترجع لي على طول، شايفين؟ فعلى طول رجعت الاي مره ثانيه. الاي كل ما تضرب اثنين باسيف ترجع على طول، فتقدر تستخدمها، ترجع مره ثانيه، ترجع مره ثالثه وهكذا. طبعا المشكله في ناس كثير ما يعرف انه لو سويت اي بعدين وقفت وسويت الدبليو، شفت الدبليو قديش تاخرت؟ الدبليو كذا، الدبليو لما تسويها بعد اي تطول كذا ضربه جامده، فلازم انت ايش تكنسلها بموفمنت تسوي، وهذه شايف تسوي اي ما تسوي كذا، تسوي اي وتمشي بعد ما تطلق الاي تمشي بسرعه بعدين تكمل عشان تسوي انيميشن كانسل للحركه حقت الدبليو. فشايفين كم حاجه سويتها، يعني كم حاجه تحتاج تسويها داخل الشامبيون على اساس تقدر مو تمستر الشامبيون، على اساس تقدر تستفيد من الشامبيون باحسن طريقه. اي وتلف تضرب الاوتو اوتو تضرب الدبليو، بعد ما تضرب الدبليو تتحرك حركه وتكمل تسوي الانيميشن كاسل، لانه لو سويت اي بعدين كذا وقفت الدبليو اتحرك وبعدين ضرب. في المقابل لو سويت بعدين الدبليو تحركت وبعدين كملت اوتو اتاك تسويها اسرع، فاهمين؟ الثاني ما سويت الاوتو اتاك، ثاني 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 سوي الاي دبليو دبليو حركت بعدين كمل سوي الكيو، بتعود عليها زي كذا كذا تتمرن يا شباب. ترى شوفي بعد الدبليو دائما اتحرك، بعد الدبليو دائما اتحرك حركه، لانه لو ما تحركت يسويها ويوقف محله شويه. بس احسن كومبو حقه اللي هو الفلاش اوتو كيو، شو اسمه اي دبليو تفك الكيو بعدين تسوي ال تي، او عنده كذا كذا كومبو مره ثانيه. في كومبو الاساسي حقه اللي هو دبليو بعدين كذا بعدين ما طبعا الدبليو عشان تقدر تجري ورا واحد. لا تنسوا يا شباب لما تسوي الدبليو على واحد وبعدين يجي لك موفمنت سبيد فور 2 سكندز، لو سويت الدبليو بعدين سويت الالتي كل ضربه من الالتي تسوي لك ريفرش للموفمنت سبيد، شايفينها؟ هذا الريفرش. فهذه الميزه، دائما ما تسوي الالتي على طول، تسوي سوي دبليو بعدين التي عشان تقدر تجري وراه انت تصير اسرع منه عشان الموفمنت سبيد بف. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث طبعا نفس الشيء انيميشن كانسل، هذا الكيو انيميشن كانسل حقه بالفلاش زي زي شو اسمها زي كيت سوري، لما اسوي كيو اضربها من نفس المحل اللي كانت فيه. فلو مثلا قدامك كيت وكيت بتسوي الكيو عليك ممكن تسوي كيو سوري ممكن تسوي الكيو يا رجل كيو وتنزل على تحت على طول تضربه بنفس المحل اللي هو فيه. طبعا نفس الشيء في الدبليو، بس الدبليو دبليو زي الكيو حقت ازريل، بس الدبليو يوزلس فما تبغى تضيعها على الفاضي. بس عندك الفلاش اي، لا تنسوا الفلاش اي برضه، الاي فلاش نفس الشيء. الاي فلاش في لها ميزه ولها عيب، لو سويت الاي وفلاش بسرعه تكنسل الاي ترى، ها فانتبهوا يا شباب، كمل الاي لين الاخير وبعدين فلش اذا تبغى تسويها، بس تكمل الاي لين الاخير وتفلش فتستفيد منها عشان الباسيف حقتك. فتسويها اي تاخذ الباسيف كيو او دبليو اتفك ضيعت الكيو نفس الشيء. فيو هاف تو نو. وغلطه مره كبيره دائما اشوف ناس كثير يسووها بالالتي حقت زيليان، بالالتي حقت ازري، الالتي حقت الشيخ هذا الشخص اللطيف هذا، دائما لما يسووا التي يجي كذا بعمودي، يجي عمودي تجري وراه فهو يقدر يلف يمين ويسار، لف يمين ويسار خرج منها. بالمقابل لو سويتها بالطرف كذا ما يقدر يلف منها، وانت تقدر تسوي يمين ويسار. فدائما لا تجيبها عمودي عليه بربنديكولر 90 درجه، دائما جيبها بزاويه يا شباب. اوكي لو واحد بيشرد منك بيشرد منك على طول سيده هنا سيده، هو هنا هو هنا، انت لو سويت عليه الالتي زي كذا هو يقدر يطلع فوق وتحت يبعد منها. بس لو سويت الالتي زي كذا ما يقدر يبعد منها، هو يطلع على فوق انت تطلع معاه، هو ينزل على تحت انت تنزل معاه. يا شباب كل الشغلات الصغيره.